واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقاءه في المركز 98 في التصنيف العالمي الشهري للمنتخبات الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وهو ما وصف بالتصنيف الأسوأ في تاريخه، محتلاً المركز 10 على مستوى المنتخبات العربية ب 341 نقطة في الوقت الذي جاءت فيه الصدارة العربية لصالح مصر ب 775 نقطة، وبعدها في الوصافة الجزائر ثم بقية المنتخبات من المركز الثالث إلى التاسع عربياً، وهي المغرب، تونس، ليبيا، الأردن، العراق، قطر، الكويت. وكان المنتخب الإسباني الحاصل على بطولة كأس العالم الأخيرة 2010 قد احتفظ بصدارة التصنيف الشهري الصادر اليوم الأربعاء برصيد 1624 نقطة، وبعده في الوصافة هولندا ب 1425 نقطة، ثم ألمانيا في المركز الثالث ب 1352 نقطة، وتقدمت إنجلترا مرتبة واحدة لتحتل المركز السابع أمام البرتغال التي تراجعت ثلاث مراكز وأصبحت ثامنة متشاركة مع اليونان التي تمتلك 1044 نقطة. غادر عبد الرحمن القحطاني لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم الحصة التدريبية لفريقه اليوم متأثرا بكدمة تعرض لها في مفصله، وينتظر أن يخضع للفحص الطبي لتحديد مدى إمكانية مشاركته في مباراة فريقه بعد غد الجمعة أمام الاتفاق ضمن إطار منافسات الجولة السادسة من دوري زين السعودي للمحترفين، في حين وصل زميله الجزائري عنتر يحيى برنامجه التأهيلي تحت إشراف مدرب اللياقة أليكس. وفي ختام التدريب اجتمع رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي بالجهازين الفني والإداري واللاعبين في وسط الملعب بحضور عدد من الشرفيين وأعضاء مجلس الإدارة لحثهم على مضاعفة الأداء في المواجهات المقبلة. وفي الطرف المقابل أعلن الكرواتي برانكو المدير الفني لفريق الاتفاق الأول لكرة القدم أنه سيسعى جاهدا للحفاظ على صدارة فريقه خلال اللقاء الذي يجمعه مع النصر رغم صعوبة المواجهة على حد تعبير المدرب الاتفاقي الذي قال أن الفريق الخصم يضم عددا من العناصر في صفوفه تمكنت من قيادته للفوز على هجر بأداء مميز. وألمح مدرب الاتفاق إلى سعيه للاستفادة من خدمات الكوري الجنوبي لي يونغ هو الذي وصلت بطاقته الدولية مؤخرا، واصفا إياه بالإضافة الجيدة لخط الدفاع الاتفاقي المتماسك. وأبدى برانكو سعادته بعودة سياف البيشي إلى الصفوف الاتفاقية. أعلنت لجنة الإعلام والإحصاء بالاتحاد السعودي لكرة القدم إغلاق الموقع الرسمي للاتحاد على الشبكة العنكبوتية لعمل الصيانة الدورية، وأشارت اللجنة إلى أنه سيتم إغلاق الموقع مؤقتا لمدة 4 ساعات وذلك من 9 صباحا إلى 1 ظهرا. يذكر أن الاتحاد السعودي أصبح يبث جميع أخباره الرسمية عبر موقعه الرسمي في ظل الدور الكبير الذي تقوم به لجنة الإعلام والإحصاء في هذا الجانب. تستعد إدارة نادي السد القطري لتقديم احتجاج رسمي إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على خلفية الأحداث التي رافقت نهاية مباراته أمام السون سامسونج الكوري الجنوبي اليوم الأربعاء في إطار دوري الأربعة من منافسات دوري أبطال آسيا، والتي انتهت بفوز السد بهدفين نظيفين. وشهدت المباراة أحداثا مؤسفة تمثلت في اعتداءات متعددة من جانب لاعبي فريق سامسونج وجماهيره بعد تسجيل السد للهدف الثاني في الدقيقة 81 عن طريق السنغالي مامادو نيانغ، واقتحم أحد مشجعي الفريق الكوري الملعب بهدف الاعتداء على لاعب السد، ثم انطلقت شرارة الأحداث المؤسفة بين اللاعبين. وينتظر أن تتخذ لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الآسيوي عددا من القرارات على هامش الأحداث التي أدت إلى تعرض اللاعب مسعد الحمد لكسر في الأنف وكدمات خطيرة في الوجه.